الاشاره كده الكوره عندك رايح. طبعا كده يا باشا. يا اسطى عاوزين نودي الاكل ده لمنى عباس، هي محجوزه هنا ما بعتها لها. ولا امشي من هنا. ايه يا باشا وانا اجيب لها ايه؟ انا اجيب لها اكل. انت هتطول لسانك؟ خد فتش الاكل ده اتكل على الله. ولا يا باشا انت تعرفها منين؟ من حارتها يا باشا، حضرتك شفتني قبل كده. اتكل على الله. حاضر. هو انت مش دخلت لها الاكل انا قلت لها الصبح؟ لما عرفت ان انت اللي بعته ما رضيتش تاكل. طب دخل لها الاكل وما بعتها. اه منى عباس. ايوه. امك بعتها لك الاكل ده؟ تعالى يا بنت انتي وهي، ده اكل بيتي. جمك طلعت مره قله قوي يا بنت في الطبيخ. ده تمر مره يشطح بوزه. ايه مره دي؟ لما امي انا تبقى مره، امال امك انت تبقى ايه؟ امال اختي هي مش مره ولا ايه؟ امال انت يا ليلة الادم، هو لازم تبقى في السجن؟ لا يا حبيبتي ما تحترم نفسك. توري مين يا مرة؟ بس يا مرة. حاضر يا بيه. من مصر انت في حالة عن نبقى ونبقى على السجن. احسن. ما شوفش من الاشكال الواسخة دي. احنا برضه اشكال واسخة. مش معنى تسكت يا مرة ولا امسح بكرامتك الارض. تحت امرك يا بيه. حاضر. حاضر يا بيه. يوسف. كلبش البيت دي ورميها في الطرق. يلا وفهم. ما تحترم يا مرة. كل واحد تقعد مكانه. اقفل يا ابني.